شخصية الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا قبل القذافي، وده مسلسل بيتكلم عن يعني فترة الصراع الشعبي الليبي من أجل الاستقلال وتشابك العلاقات الدولية والصراع والحرب العالمية الثانية ووجهات النظر المختلفة. وإدريس السنوسي عاش تقريبا جزء كبير، يمكن الجزء الأكبر من حياته في مصر طبعا، فعشان كده هيبقى جزء كبير من تصوير المسلسل هنا في مصر. وفي شخصيات مصرية كتير، لأنه برضو الملك إدريس السنوسي كان عنده صداقات واسعة جدا مع ناس عاديين ومع شخصيات سياسية مؤثرة كانت في تاريخ مصر الحديث، في خاصة في فترة الأربعينات والخمسينات. وإن شاء الله يبقى مسلسل كويس، يعني إحنا التحضيرات شغالة دلوقتي وإن شاء الله هندخل تصوير تقريبا بعد شهر ونص أو شهرين بإذن الله إن شاء الله.